مين؟ أنا عصام مرت عمي. إيه شو بدك؟ أنا جاي لحتى أسمع موافقتها للطفية ولحتى رجعها لبيتها. إيه؟ شو الشغلة شوربة؟ بعد شهرين وشوي جاي بدك ترجعيها بعدي؟ أصلاً لطفية زعلانة منك كتير. يا مرت عمي خلينا نرجع الأيام الحلوة، واللي راح راح والأيام جاية. صاري ليش واقف برا هيك مثل الغربة؟ والله ما حلوة منك، يعني حلوة الناس تشوفها مثل المرأة المصرية اللي خايفة على حالها؟ لا مرت عمي خليني واقف هون، ما بدي حدا يسمعنا كلمة طالعة نازلة. لا تخاف، ما حدا بيسترجي يسمعنا كلمة طالعة نازلة، أنا مثل أمك. بس يا مرت عمي لو قلت لك مثل أمك أنا فوت. طيب يلا يلا تفضل صهري تفضل فوت. أبو عصام بريء من كل هالقصة. يعني الجماعة كانوا غلطانين ومو أبو عصام اللي كان عن سبيل. إيه والقصة هي ما عاد بدي اسمعها بالحارة منه. الله يعقده وشاء الله. يخلينا يا عيني. شرف شرفوا. تفضلوا شرفوا شباب. وشك على الحمام. أمرك معنا. أبو عصام. راسي شباب أهلين بالروح. خلي هالولد يربى معنا، الله يخلي لي إياك يا مرت عمي. هلا حسيت بقيمتها بعد ما عرفت إنها حبلة؟ طولي بالك يا مرت عمي، لا تزيدي علي، والله راسي رح ينفجر والهم راكبني ركب. أنا ماني جاي لا عاتبك ولا تعاتبيني، أنا جاي رجع لطفية وننهي القصة على خير. بلشوا إن شاء الله مفكر حالك لساتك جوز بنتي وحكمك ماشي عليها؟ لا حبيبي لا، فتح عينك هالقدة، أنت ما عاد لك سلطة علينا ولا كلمة. يا ويلك من ربك اللي ساويته فينا، الله بعرشه ما بيريده ولا بيحبه. بس يا مرت عمي أنا كان من حقي أعرف إذا من حقك تعرف بتقوم بتبعت لنا الدايق امزكي مشان تفحص لطفية؟ ايه شو مفكر بس انت عندك كرامة ما بتعرف مين هن بيت ابو توفيق؟ ولك نحن بيت الكرامة والشرف، نحن الشرف بذاته، مو مثل بعض الناس مخبئين ورا اسمائهم والناس كلها مغشوشة فيهم. مين بتقصدي بكلامك؟ ما رح اقول لك مين هن، بيعرفوا حالهم واللي في مسلة بتنخزوا. بتقصدينا نحن مو هيك؟ ايوه سلامة فهمك يا ابن ابو عصام الحكيم. ماشي انا ما رح رد عليكي، بس يكون بعلمك انه الحق على بنتك لطفية هي اللي ما خبرت عن الولد، هذا اول باشتان، وتاني باشتان واللي بدي اقول لك اياه انه لسانك هو اللي وصلنا لهالمواصيل. لساني؟ ايه لسانك يا فضايحية. ولك عم تبهدل لي بيتي والله والله مشرشحة. لك ايه روحي اصلا انت وحدة مشرشحة خالصة. انا مشرشحة يا ابن الشايبة المطلقة؟ هبي لسانك احسن ما تشرشحك ها؟ ولك انت اللي بدك تشرشحني؟ انا بورجيك الشرشحة على اصولها وعلى حبتها ها؟ هذا صوت بيت التوفيق يا جماعة. خير اللهم اجعله خير. شو كنت عم تساوي عند أولاد؟ كان بده يقتلني رح يروحني على الخالد. خالي أنا كنت جاي ولك أنا ما قلت لك لا تروح. لك شو ما تفهم أنت؟ بده يا إيه والله ليشك يا بنتي شو سوالك؟ من زمان مخبيت له إياها وإجت عرجليها. سوي كان جاي رجع لي أمي. ولك لا مو صحيح هذا الحكي يا جدبة، هو بده ابنه بس أنا اللي رح ربيه، هي عملة بيعملوها فينا هالولادين الأصل هدول ما رح يشفي غليلي غير إنه حطه بالقلعة. ولك الله لا يعطيك العافية فوق تعبك، يعني ما كان ناقصنا غير هيك نعمل. كان حلوة يا بي، حلوة خالي يضربني قدام أهل الحارة، إيش أنا ولد صغير قدامه؟ ولك خرجك خرجك الله لا يقيمك، تستاهل أكثر من هيك. لك حتى لو ما هو ضربك كنت انا بيضربك قدام عين الناس كلياتها. لك عم بتفوت على بيتها؟ لك انا بقول لك ما بتفوت على البيت؟ بتحكيه من ورا الباب؟ لك قايل هالحكي لما مالي قايله؟
يا بي يا بي هي اصرت اني فوت لعندها وركت علي وانا ما بعرف شلون ضعفت وفت لعندها. ولك غرض تفوت على بيتها؟ اشهد ان لا اله الا الله. لك الناس كلها بتلومك هلا، الحق كله مع حمادك. لك غرض تفوت على بيت ما في رجال، غلط غلط. وحياة المصحف الشريف، لو اهل الحاره فعزوك قدام باب بيتها والله يلحق معهم ولا باخذهم ولا في اللي يفتح تبني ولا كلمه. يخرب بيتك من حالك وينك ولا قصة مرتك تنساها برو؟ ما بدي اسمع بسيرتها بهالبيت هلا ورايح ابدا. فهمت؟ الله يخلي امرك. خرب بيتكم من حالكم بهالبيت. الله يوفقكم. لا حول ولا